بعد الله وصباحكم لكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس غالبا صافي 14 درجة مئوية فقط خلال فترة الإفطار، الملموسة 13، أما الرطوبة عالية 92%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر في عموم المناطق، جرش 20 إلى 9، المفرق 21 إلى 10، عجلون 18 إلى 7، أما إربد 20 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 21 إلى 10، مأدبة 20 إلى 9، عمان 17 إلى 10، البحر الميت 27 إلى 16، الزرقاء 21 إلى 11. أما المنطقة الجنوبية، طقس مشمس بشكل عام، الكرك 17 إلى 8، الطفيلة 19 إلى 9، معان 22 إلى 11، الشبك 18 إلى 10، العقبة 29 إلى 17. المنطقة الشرقية، رويشد 27 إلى 13، الصفاوي 26 إلى 11، أما الأزرق طقس صافي 26 إلى 12. إلى اللقاء.